المقال اليوم، وضيفي فيها عبر الهاتف الأستاذ حسن أبو هنية، الكاتب والباحث المختص في الجماعة الإسلامية. أهلا بك معنا أستاذ حسن. أستاذ حسن تسمعني؟ أنا أسمع. حياك الله. أبدأ معك بعد تجديد ذكر العنوان تطبيع هادئ بين السعودية وإسرائيل. أشرت في المقال إلى غياب ما أسميته الصخب لعملية التطبيع، مسارات التطبيع ما بين الرياض وتل أبيب مقارنة بدول أخرى أحدثت نوعا من الضجة والبهرجة أثناء عمليات التطبيع والمسارات والتوقيع وما إلى ذلك. سبب الاختلاف فنيا إن جاز لنا الوصف في شكل تقديم مسار التطبيع بالنسبة للسعودية وبالنسبة لتلك الدول ما هو؟ نعم، أعتقد بأنه كان هناك رافقة الموجة الأولى من صفقة القرن بين حكومة ترامب وقيادة جاريد كوشنر. كانت هناك احتفالات صاخبة سواء في واشنطن أو في دول المنطقة والتبشير بأشياء كثيرة، لكن شاهدنا مع السعودية تسير ببطء وبهدوء وتظهر هذه الصفقة بأنها محسوبة وبالتالي تستند إلى مصالح مشتركة، وبالتالي محاولة تبرير هذا التطبيع على أسس براغماتية واقعية دون الدخول في بهرجة، وبالتالي شاهدنا هناك بطء. يعني السعودية لم تكن متسارعة أو متسرعة في هذه الخطوات، يعني بعد أن أدخلت دول الخليج الصغرى كالإمارات والبحرين، ونعلم جميعا أنه لم يكن ممكنا تطبيع هذه الدول الصغيرة دون موافقة السعودية بطريقة أو بأخرى، وبالتالي هي بدأت خطوات شيئا فشيئا في تعديل مناهج استقبال وفود إسرائيلية سواء سياحية أو رياضية، وبالتالي شيئا فشيئا دخلت. وهناك أيضا كما نعلم لقاءات سرية تمت مع بن سلمان ونتنياهو ووفود مختلفة، وبالتالي كانت الأمور تتم وتطبخ على نار هادئة بدون هذا الصخب الكبير حول هذا التطبيع. وثم أن هناك أيضا لا يوجد هناك حديث كبير عن إرجاع الحقوق للفلسطينيين، نعم، وتتم بطريقة داروينية سياسية محضة براغماتية دون الخوض في الحديث حول مساعدة الفلسطينيين، تصبح المسألة، نعم، جانبية عند الحديث عن القضية الفلسطينية. نعم، ربطت بشكل وثيق بين نتائج نجاح الانقضاض على ثورات الربيع العربي الشعبية وما بين فتح هذا المسار مع السعودية تحديدا. ما الرابط بين نجاح وأد يعني ثورات الربيع العربي في مرحلتها الأولى كما يسميها البعض وما بين هذا الشكل من التطبيع مع العربية السعودية؟ نعم، أعتقد لم يكن للتطبيع مع الكيان الاستعماري الاستيطاني الصهيوني أن يتم في هذه الدول إلا بعد ولادة رؤية جديدة في المنطقة. نعلم بأن الثورة المضادة التي قادتها السعودية ودول الخليج في العالم العربي بعد الانتفاضات الربيع العربي والتي جاءت في الإسلاميين إلى الحكم، وظهرت أيديولوجيا وأفكار جديدة ترى تتغير فيها تطورات الاستراتيجية والجيوسياسية وتحديد المخاطر والأولويات، وبالتالي أصبح ينظر إلى الإسلام السياسي بكافة أشكاله سواء ديمقراطي سلمي أو راديكالي جهادي على أنه هو العدو، ولم تعد إسرائيل يشار إلى أنها عدو في المنطقة ولا إيران، وبالتالي أصبحت إيران الممثلة نوع من الإسلام الشيعي وكذلك تركيا وحتى قطر هي المخاطر بالإضافة إلى الحركات الإسلامية، وبالتالي هذا هو ما مكن الولايات المتحدة الأمريكية وإسرائيل إلى القول بأن إسرائيل لا تشكل خطر على المنطقة، وإنما الذي يشكل الخطر هو الخطر الداخلي الذي يمثله الإسلام السياسي والخارجي الإقليمي الذي تمثله إيران وتركيا. وهذه النظرة هي التي سقطتها الإدارة الأمريكية والإسرائيلية وبنت عليها، وبالتالي ثمت توافق، وبالتالي لم تكن صفقة القرن هي فكرة خيالية للولايات المتحدة الأمريكية مسندة من اسم الكيان الصهيوني، ولكنها ابتدأت من الانقضاض على ربيع الثورات العربي، وبالتالي خلق مساحات مشتركة بين الإمبريالية الأمريكية والديكتاتورية المحلية والصهيونية الإسرائيلية. نعم، أشرت في المقال أيضا ضمن عدة فقرات ناقشت فكرة
حقيقة القضية الفلسطينية ووجودها ووزنها ضمن المطالب السعودية أو الشروط السعودية إن جاز لنا الوصف؟ ما مكان ومكانة الحقوق الفلسطينية والقضية الفلسطينية بحق ضمن إطار المطالب السعودية لفتح مسار التطبيع بشكل كامل؟ ما وزن القضية الفلسطينية حقيقة في عقلية المفاوض السعودي للوصول إلى مسار تطبيع كامل مع الكيان الإسرائيلي؟ نعم، أعتقد لقاء ولي العهد السعودي محمد بن سلمان كشف بشكل واضح أن الهدف من هذه العملية والتطبيع مع إسرائيل، هناك مطالب محددة هي السماح بالنووي، المشروع النووي، السلم المدني، وكذلك يعني شراكة أو حماية أمريكية، ضمانات أمنية للمملكة العربية السعودية. وبالتالي فلسطين، ما تحدث عنه ولي العهد بشكل صريح، هو تحسين أوضاع الفلسطينيين، هذا هو جوهر التطبيع. وبالتالي تخلت السعودية بشكل واضح عن المبادرة التي قدمتها في بيروت 2002 التي نصت على انسحاب إسرائيل من الأراضي المحتلة عن 67 وبمقابل سلام شامل وتطبيع كامل مع الدول العربية. هذه المبادرة السعودية لم تعد لها وجود، وبالتالي هو يتكلم فقط عن تحسين حياة الفلسطينيين، وهذا هو جوهر فكرة صفقة القرن والاتفاقات الإبراهيمية، أنه قضية ما يسمى السلام الاقتصادي. ولم يعد هناك أي حديث لا عن حل الدولتين ولا عن أي حل آخر. هذا هو جوهر الأمور. لم تعد هذه عقبة بتصريحات طبعا كل المعلقين، وبالتالي هذه لم تعد هي جوهر النقاش في مسار التطبيع. مسار التطبيع مع إسرائيل واضح جدا، وبالتالي ليست القضية الفلسطينية وقضية حل الدولتين لا ترد على الإطلاق في أي نقاش حول هذا المشروع المستقبلي، كما حدث بالتأكيد مع من قبل في الاتفاقات ما يسمى الإبراهيمية مع البحرين وكذلك مع الإمارات. فالقضية الفلسطينية ليست إلا قضية تحسين شروط حياة تحت الاحتلال الإسرائيلي دون وجود أي حل سياسي. نعم أستاذ حسن، خاضت المنطقة تجارب مريرة ضمن إطار التطبيع أو إطار المواجهة مع الكيان الإسرائيلي، وتزعم هذه المسارات قادة اعتبرهم البعض تاريخيون لهم وزن شعبي داخل وخارج جغرافيا بلادهم، ولهم حضور تاريخي ولهم مكانة هنا أو هناك. هل يمكن للسعودية اليوم أن تتقدم مربع جديد ضمن سياق العلاقة مع الكيان الإسرائيلي والحقوق الفلسطينية بصورة يعني تفوق ما قام به أولئك القادة الذين يعتبرهم البعض تاريخيون؟ ماذا تملك السعودية مما لا يملكه أولئك القادة الذين ذهبوا؟ أعتقد السعودية، نعلم أنها لها مكان، يعني أصبحت بعد الانقضاض على ثورات الربيع العربي هي الدولة القائدة الإقليمية في العالم العربي، وكذلك أصبحت هي أصلا قوة اقتصادية عالمية لأهميتها في مجال الطاقة. وبالتالي بعد يعني ذهاب كل القيادات التاريخية السابقة أصبحت السعودية تمثل هذه الحقيقة. وبالتالي السعودية نعلم بأنها عاملت قبل الدخول في مسار هذا التطبيع على خطوات أهمها على الصعيد المحلي، يعني قمعت أي محاولة للمعارضة، غيرت من سردية تأسيس الدولة السعودية التي كانت تقول أنها منذ عام 1744 تم الاتفاق بين آل سعود كأمراء وكذلك آل الشيخ كممثلين للسلطة الدينية، وهناك تقاسم للمجال العام. نعلم أنه تم تغيير هذه السردية واتجهت السعودية باتجاه تأسيس قومية دينية، وبالتالي لم تعد تلك الأسطورة المؤسسة لها وجود. وهذا يعني بأن السعودية الآن تريد أن تهيمن فعلا وتتقاسم الهيمنة مع إسرائيل في المنطقة بالتأكيد. ولذلك السعودية يمكن أن تقدم، وهذا ما يدركه الكيان الاستعماري الاستيطاني، ولذلك نرى حتى بنيامين نتنياهو يشدد على أن علينا أن نصبر لتحقيق هذا. هذه أمور يعني السعودية قطعت فيها مراحل كبيرة على الصعيد الثقافة الداخلية التي كانت تقول بأنها هي تمثل يعني الصخرة في مواجهة أي عملية سلام التطبيع مع إسرائيل بدون مقابل.
ولذلك أعتقد بأنه الآن الأمور كلها أصبحت من الماضي، والسعودية ماضية في التطبيع بعد أن يعني منعت أي إمكانية لقيام أي اعتراضات في الداخل، وهي تسيطر بشكل أو بآخر على كثير من الدول في المنطقة وأصبحت هي الدولة القائدة. وبالتالي تدرك إسرائيل والولايات الأمريكية أهمية هذا المشروع بشكل مؤكد. لكن ما يخفى على الجميع بأن هذا كأساطير السابقة، كان السادات قد عقد يعني هذه العملية في كامب ديفيد ولم يحدث أي شيء، الأردن دخلت 94 لم يتم أي شيء، إذن هي مجرد يعني قضايا محاولة للقصد على القضية الفلسطينية واتباع نهج براغماتي، لكن نعلم بأن هذا لا يمكن أن يستمر، لأن كل هؤلاء هم الحكام العرب لا يتمتعوا بأي شرعية على الإطلاق، وهي أنظمة دكتاتورية متحالفة مع الاستبداد والصهيونية. كل الشكر لوجودك معنا أستاذ حسن أبو هنية، الكاتب والباحث، ضمن نقاش مقالك تطبيع هادئ بين السعودية وإسرائيل.